كلمة واحدة طريق جبران تويني أو الواي اللي بتختصر حياتك، شو هي شو اسمها؟ طريق طريق الحرية، طريق البحث عن، مش البحث عن حقيقة، بس إذا بدك طريق الوصول لشكل فيه حقيقي اللي المفروض تكون عند كل الناس، واللي بتجسد كمان يمكن بالمحبة وبالاعتراف بالآخر وبقول الحقيقة وبالمصارحة. هالطريق هذه اللي هي من طريق كل صحافي طرقات طريق واحدة هي طريق الصحافي. يعني أي صحافي، ما في صحافي كبير وصحافي صغير، كل إنسان اليوم بيقوم بالمهنة هي مش مهنة، هي بالدم، بعتبر أنا أنه هو عنده نفس الطريق ونفس الأهمية. جبران تويني، جربنا نضوي على مراحل هامة بحياتك من الطفولة للمراهقة، وصار وقت نسمع الأغنية اللي بتختصر حياتك اللي هي ماي واي لنينا سيمون. رح ترجع سينتيا على المسرح تغني لك هالأغنية برفقة شهيعة على الكيبورد. ماي واي. Yeah.